انطلقت أمس أولى ورش المهارات الإبداعية لإدارة التواصل الاجتماعي للمسؤولين عن إدارة الحسابات الرسمية في حكومة مؤسسات إمارة الشارقة، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. بمشاركة 62 مؤسسة ودائرة وهيئة في حكومة الشارقة، تتواصل ورش المهارات الإبداعية لإدارة التواصل الاجتماعي للمسؤولين عن إدارة الحسابات الرسمية في الإمارة، والتي ينظمها المكتب الإعلامي ضمن الخطط والبرامج الخاصة لدعم المؤسسات وإداراتها المختلفة في مختلف مجالات الإعلام وتخصصاته. هذه الدورة فريدة من نوعها، لأن اللي فيها كلهم مسؤولين وحكوميين ومسؤولين عن إدارة التواصل الاجتماعي الرسمي، فلذلك التعامل مع الحسابات الرسمية يختلف عن التعامل مع الحسابات الخاصة. لذلك يعني الإمارة الشارقة مهتمة جدا بأن تكون متميزة عن الآخرين ومتنافسة أيضا مع الآخرين في مجال وجودها على فضاء الانترنت والتواصل الاجتماعي بشكل خاص. وتتناول الورش العديد من المهارات الإبداعية التي تهتم بجوانب الإعلام الجديد، كما تستهدف تطوير المحتوى الإلكتروني للجهات الرسمية وتطوير مهارات المسؤولين. استفدنا منها لأنها علمتنا اليوم كيف أن احنا نكون محتوى توعوي وإرشادي للجمهور. اليوم احنا كمسؤولين علاقات عامة واتصال حكومي، شو الأشياء اللي المفروض تشد ببلشت أو اللي احنا نحطها في قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لحكومة الشارقة، وشو الأشياء اللي المفروض الجمهور مثلا ما راح يستفيد منها. فكل هالأشياء اليوم صقلت مهاراتنا، طورتنا وعلمتنا كيف تكون مهاراتنا إبداعية في قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة. الورش التي تستمر لمدة أسبوعين خلال شهر سبتمبر الجاري، وتشمل مشاركة 4 دفعات من المؤسسات على مدى 2 يوم لكل ورشة، تأتي تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 1 لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الجهات الحكومية وموظفيها لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم إصدار الدليل الإرشادي للاستخدام وتوزيعه على كافة رؤساء ومديري عموم الدوائر والهيئات والمؤسسات الرسمية في الإمارة.